كمل موضوع الفريكشن، ناخذ example determine the maximum value، يعني أوجد maximum value يعني أكبر قيمة ال which B، يعني القوة هذه B ال may have، يعني قد أكبر قيمة للقوة B before any slipping takes place، قبل أن يصير لنا أي slipping يعني أي انزلاق. شقد مقدار هذه القوة بي بحيث أنه ما يصير لنا انزلاق؟ طبعا هنا شنو maximum، شوف maximum value يعني أكبر قيمة، يعني ممكن أنه إذا القيمة هنا صفر أخلي القوة بي صفر ما يصير انزلاق، ممكن أخلي واحد، ممكن أخلي اثنين، فممكن ما يصير انزلاق، بس انت يا اكبر قيمه بحيث انه بعد يصير انزلاق، يعني شنو؟ الشروع بالانزلاق. فهنا شوف هاي المسائل شلون يقول لك ماكسيموم فاليو، يعني اكبر قيمه انه اخليها بحيث ما يصير انزلاق بهاي البلوكس. اكبر قيمه يعني انت الاقل من عندها هو اعتيادي ما يصير انزلاق، ولكن اكبر قيمه من بعدها، من بعد جدا قليل يعني راح يصير انزلاق. شلون الحل هنا؟ شوف هسه نجي للمسألة، المسألة طبعا عندنا هنا هذا سطح، هذا السطح، وعندنا 30 درجة، هاي الميلان مالت السطح 30 درجة، وعندنا بلوك، شوف هذا 40 كيلوغرام مطينا الوزن مالته، واكو بلوك فوق اللي هو 50 كيلوغرام، وبلوك الأخير فوقهم اللي هو 30 كيلوغرام. هذا البلوك الثلاثين هنا مسنود، هنا مربوط بهذا الجدار، يعني هذا البلوك مربوط بالجدار. مخلين قوة نحو اليسار، هذا القوة اللي هي مقدارها بي، وين؟ بالبلوك اللي هو 50 كيلوغرام، ومطينا اليو اس يعني الكوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن، يعني معامل الاحتكاك الاستاتيكي. اوكي، مطينا شو بين السطح وبين هاي البلوك ال 40 مقداره 0.45، يعني اكو فريكشن هنا، اكو احتكاك، يعني مطينا معامل احتكاك معناه اكو احتكاك. وبين البلوك ال 40 وال 50 معامل احتكاكك 40، شوف هنا 45%، هنا 40%، وهنا معامل الاحتكاك بين ال 30 وبين ال 50 مقداره 30%. مخلين قوة، هاي القوة هي هنا بالبلوك 50، شوف هاي القوة هنا مخلينها بالبلوك 50، من اجي اخلي هاي القوة قبل هو شنو السؤال؟ ايش قد ماكسيموم؟ ايش قد اكبر هاي؟ ايش قد اخلي هاي القوة؟ من خلينا هاي القوة اكو عندنا احتمالات، شنو الاحتمالات؟ شوف هسه نجي ناخذ الكيس الاولى، شنو الكيس الاولى؟ انه احتمال انه هذه البلوك الخمسين، هاي البلوك هو اللي يصير بها انزلاق، هي الواحدة، يعني جاي أخلي هنا هاي القوة، أنا أخلي عليها وجاي أسحبها، فإذن هي هاي الخمسين كيلوغرام، هذا البلوك هو ينسحب الواحدة، يعني ينسحب من البلوك أبو 30 وأبو 40، هذا الاحتمال الأول. خلينا نشوف هل صحيح هو هذا الاحتمال؟ هل إنه جاي يصير لنا هو هذا؟ يعني شوف أنت من يقول لك هو الماكسيموم فاليو أكبر قيمة، إذا أكو بيها في الاحتمالات. وعندنا أزيد من جسم واحد، إذا أكو احتمالات بالشغلة. إذا الاحتمال الأول أنه راح يصير انزلاق بالخمسين كيلوغرام أونلي، فقط هو يصير بيه انزلاق. نرسم الفري بودي دايجرام مالت هذا الخمسين، طبعا الإكس أكسس هو هذا ويا سطح الماء الجاي، نجي هنا هيك الإكس أكسس ويا سطح الماء، هذا الإكس أكسس، وهذا الواي أكسس اللي هو العمود يعني. نرسم الفري بودي دايجرام مالت الخمسين هاي. شوف نجي نرسم هاي البلوك، شنو القوة اللي موجودة عليها؟
اللي هي الويت، الوزن معناتها 50 هذا. العفو راح نرسم الفري بودي دايجرام مالت الكلاحو. في البداية حتى نستخرج المجاهيل نرسم الفري بودي دايجرام مالت الكلاحو، بشوف شنو الويت مالتين 30 كيلو جرام، هذه 30 نحو الأسفل، مطينا اياها بالكيلو نحولها إلى فورسز كقوة وزن، فراح يصير 30 في 9.81 نيوتن. هاي شنو بعد موجود عليها؟ عندنا هذا مشدودة هنا، مشدودة بحبل، إذا اكو تنشن. شوف الحبل معناه اكو تنشن، تنشن معناه القوة مبتعدة عن الجسم، تنشن معناه تبتعد عن الجسم، فهذا سميناها مبتعدة عن الجسم، هذا هو التنشن. طبعا ونفس الزاوية اللي يعني على طول الحبل، يعني الزاوية هاي الحبل ايش قد هي نفسها، وهذا الحبل هو هيك يعطي القوة. بعد شنو عندنا؟ هاي البلوك هي 30، لو موجودة على البلوك 50، فإذا رد فعل هذا 50 على البلوك من 30 هاي راح يكون شنو؟ راح يكون عمودي. ليش؟ لأنه شوف شوف إذا الحركة تريد تصير بهذا الشكل مو، فراح يكون عمودي على الحركة، فهذا هو راح نسميه نورمال، راح نسميه N1. شوف هذا N1 وشنو رد فعل هذا البلوك بال 50 على من؟ على ال 30 هذا. زين هسه اذا سحبنا هذا البلوك جاي نفترض انه الحاله الاولى، على الحاله الاولى الكيس الاول انه البلوك هذا الخمسين، هذا البودي هذا الخمسين هو راح ينسحب، فقط هو ينسحب، فاذا انسحب معناه الحركه شلون راح تصير؟ تصير نحو اسفل، فاذا قوه الاحتكاك هي عكس الحركه. إذا نريد نرسم هذا البلوك 50 فراح تكون نحو الأعلى، الاحتكاك إذا نريد نرسمها للبلوك 50 راح تكون نحو الأعلى بهالشكل هذا نحو اليمين. ليش؟ لأنه حركته راح تكون من نحو اليسار فراح يصير نحو اليمين. هذا بالنسبة للبلوك 50، بس من نجي نرسم البلوك 30 راح شنو؟ عكس الشيء دائما راح يكون شنو؟ بالعكس، لأن جاي نرسم اللي عليه. فشلون تكون الفريكشن؟ الفريكشن راح يكون نحو اليسار، نسميه اف 1، اوكي؟ لان هاي الفريكشن هي هاي القوة هاي بينات من بين 50 و 30، من نريد نرسم ال 50 نرسمها إلى اليمين، بس من نريد نرسم ال 30 راح تكون عكسها، حتى يصير التوازن وعكس الاتجاه ونفس المقدار، إذا راح نرسمها نحو اليسار وراح تكون الاف 1. نرسم الفري بودي دايجرام إلى الخمسين. شوف هاي نرسم فري بودي دايجرام للخمسين، هاي الخمسين، هاي البلوك الخمسين، نجي نرسم هذا البلوك، هذا البلوك والاكس اكسس قلنا وياه، هذا الاكس اكسس، اوكي. شنو اللي عليه؟ عليه الويت مالته اللي هو 50، هذا الويت دائما نحو الاسفل وبالمنتصف، فهذا 50 في 9.81 حتحوله إلى نيوتن، أوكي. شنو بعد اللي عليه؟ طبعاً هنا هذا الشد فقط على البلوك بال 30، هنا ماكو، وإنما شنو عليه؟ القوة بي، هاي هي المطلوبة، هاي القوة بي نجي نرسمها، هاي القوة بي نحو اليسار. بين البلوك 50 وبين البلوك 30، من رسمنا البلوك 30 شو رسمنا؟ N1، هاي الـ N1 هو رد فعل الـ 50 على الـ 30، فهذا N1. نريد نرسم البلوك 50، ايش راح نرسم؟ نفس الشيء هي N1، فراح يصير رد فعل البلوك 30 على 50، فشنو راح يكون؟ نفس المقدار عكس الاتجاه، N1 راح يكون نفس المقدار ولكن عكس الاتجاه بهذا الشكل، هذا رد فعل البلوك 30 إلى 50، هذا رد فعل البلوك 50 إلى 30. اوكي الفريكشن شوف هنا قلنا ينزل هنا
نحو اليسار، إذن قوة الفريكشن هي نحو اليمين، ها هي F1. وقلنا شوف احنا راسمين هنا يعني نفس عكس الاتجاه نفس المقدار، شوف هنا نحو اليسار هنا نحو اليمين. شنو عندنا؟ عندنا انه رد فعل لبلوك الأربعين للخمسين هذا هو الN2، أيضا راح يكون عمودي عليه هذا الN2. رد فعل البلوك اللي هو الأربعين إلى الخمسين. فإذا صارت الحركة نحو الأسفل، فإذا الفريكشن بين الخمسين والأربعين راح يكون قوة الفريكشن نحو الأعلى، فإذا هذا راح نسميه F2 وراح يكون نحو الأعلى. فإذا هذا هو الفري بودي دايجرام إلى البلوك أبو الخمسين. رسمنا فري بودي دايجرام، نجي نحل. من جاي نقول انه هذا البلوك هو الوحده راح ينزل، يعني يصير بيسلب، طبعا هو ما تحرك بعده، وانما الشروع بالحركه. فالشروع بالحركه معناه شو يصير عندنا؟ يصير عندنا ماكسيمم فريكشن فورس، اكبر قوه احتكاك يصير بيها، يعني هنا أكبر قوة احتكاك حتى يتحرك. شوف هنا شو يقول لك؟ يقول لك أكبر قيمة للبي. طبعا البي ممكن تكون قيمة صغيرة فما راح يتحرك، ولكن شو المطلوب من يقول لك ماكسيموم فاليو؟ شوف هاي الأسئلة، من يقول لك ماكسيموم فاليو معناها أكبر قيمة للقوة بي، حتى من بعدها شنو راح يبدي ينزل، راح يبدي يتحرك. هسه هو ما متحرك ولكن قريب للحركة جدا، نسميه شنو؟ الشروع بالحركة. شروع بالحركة، فجاي نفرض انه هذا الخمسين هو اللي جاي ينزل فقط، فاذا الماكسيموم اكبر قوة احتكاك هي جاي تصير لنا، واكبر قوة احتكاك وين جاي يصير؟ جاي يصير هنا بين الخمسين والثلاثين وبين الخمسين والاربعين. فاذا الاف 1 هي اكبر قيمة والاف 2 هي اكبر قيمة. شو تساوي لنا اذا اكبر قيمة اكبر قوة او اكبر قيمة للاحتكاك؟ فشو يصير عندنا؟ اف ام 1 أكبر قوة احتكاك بينزل السطحين، وهذا نسميه FM2. FM1 راح يساوي لنا الميو في الN1، والاف ام 2 الميو في الN2. الميو الF1 اللي هو بين الخمسين والثلاثين، ومطينا بين الخمسين والثلاثين الميو هي 0.3، فإذا عندنا 0.3 في N1. الF2 هي الميو في الN2. ايش قد الميو بين 50 و40؟ هي 0.4، فاذا 0.4 في الN2. هذه هي الاف 1 والاف 2. طبعا يعني هنا ما استخرجنا قيمهن، ليش؟ لان الان 1 هي مجهوله، الان 2 هي مجهوله، فحتى نستخرج الاف 1 نستخرج الاف 2 لازم نستخرج الان 1 والان 2. سناخذ الفري بودي دايجرام لو 30، هذا من رسمناه. طبعا هو مهم ترسم الفري بودي دايجرام حتى تعرف تحل. فمن جينا رسمنا عندنا ناخذ summation of y، هذا هو الواي، summation of y يساوي صفر، يعني جسم متوازن، فكله اكوليبريم، حالة الاكوليبريم حالة التوازن، فأي جزء ناخذه هو في حالة توازن. الان 1 نحو الأعلى موجب، شيء نفرض أعلى موجب الأسفل هو السالب، فإذا الان 1 هو راح يكون موجب ان 1، وزائد عندنا هنا مكتوب زائد هي المفروض بالسالب، ليش؟ انه هذا 30 وحالة اللي راح تتحلل لنا اتجاه الاكس واتجاه الواي، اتجاه الواي راح يكون بالسالب، هاي الزاوية 30، فهي 30 في 9.81 كوساين 30 نحو الأسفل راح يكون عندنا بالسالب هنا. فإذا الألوان قيمتها 225 نيوتن. الألوان عرفناها هي 225. الأف 1 يساوي 0.3 في N1، فإذا راح يكون 0.3 في 225 راح يعطينا الأف 1 هو 76.5 نيوتن.
من الفري بودي دايجرام لهذا البوكس او هذا الجسم اللي هو البلوك 50 كيلوغرام منه. طبعا الانوان هسه صارت عندنا معلومه، والانوان شوف طلعت لنا موجب معناها اتجاهها صحيح. فهذه الانوان هي هذه الانوان، والافوان معلومه، فهذه الافوان اذا معلومه، اذا الانوان والافوان نفسها بنفسها. هسه بناخذ summation of y يساوي صفر، خاصة summation of y عندنا ال n2 نحو الاعلى هذا موجب، وعندنا هذا الوزن اللي هو راح يتحلل لنا الى اتجاه الاكس واتجاه الواي، هاي الزاوية عندنا معروفة 30، فراح يصير 50 في 9.81 كوسين 30 بالسالب لانه نحو الاسفل. بعد اللي عندنا الانوان ايضا نحو الاسفل بالسالب، وقيمة الانوان هو 225، فاذا ناقص 225 راح يساوي لنا صفر. حل هالمعادلة المجهول الوحيد هو فقط ال N2، راح يكون ال N2 680 نيوتن. هسه حلينا يساوي لنا 680 نيوتن. من هو ال N2؟ من ال N2 نقدر نستخرج ال F2، لأن ال F2 تساوي ميو في ال N2 0.4 في ال N2 راح يعطينا 272. هسه استخرجنا ال N2 واستخرجنا ال F2. summation Fx يساوي صفر، شوف هسه راح ناخذ summation Fx يساوي صفر لهذا البلوك حتى نستخرج قيمة ال B. فهاي ال B من summation Fx إلى الأعلى راح يكون هذا ال B، فهنا للأسفل سويناه هو الموجب، يعني ماكو مشكلة تقدر تغير الإشارات. فال B هاي هي ال B ناقصا ال 76.5 اللي هي ال F1 ناقصا 272 اللي هي ال F2، وعندنا هذا الوزن راح يتحلل قلنا باتجاه الاكس باتجاه الواي، باتجاه الاكس اللي هو الوزن 50 في 9.81 في ساين الزاويه 30 يساوي صفر. يعني للاسفل هنا اعتبرناه موجب، وللاعلى هو السالب نفس الشيء. فنحل لل B، ال B راح يساوي لنا 103.1 نيوتن. شوف هنا شلون نستخرج ال B من summation Fx للبلوك ابو ال 50. شنو هسه اللي طلع لنا؟ انه احتاج الى قوه مقدارها 103.1 نيوتن، فاذا اسلطها هنا راح ينزلق هذا البلوك ابو ال 50 فقط، هو الوحده ينزلق. زين ابو ال 40 يبقى مكانه وال 30 هنا مكانه، ولكن يصير انزلاق فقط بالبلوك ابو ال 50. هاي شو وقت اذا انسلط انه قوه ب مقدارها 103.1 نيوتن. اوكي هسه هاي الحاله الاولى. اكو احتمال طبعا اخر انه مو فقط هذا البلوك ابو ال 50، من جاي اسحب هنا انه البلوك ابو ال 50 والبلوك ابو ال 40 اثنينهم ينزلقون سوا. طبعا هنا هذا مربوط ل 30 فما ينزلق، فهسه الاحتمال الاول انه البلوك ابو ال 50 هو اللي ينزلق لوحده. الاحتمال الثاني البلوك ابو ال 40 وال 50 سوا هم ينزلقون. ليش؟ على اساس انه الفريكشن، شوف الاحتكاك هنا بين ال 50 وال 40 كلش قوي بحيث اثنينهم ينزلقون، وهنا الاحتكاك قليل. فاحنا الاحتمالية الأولى أنه كان الاحتمال أنه هنا الفريكشن عالي وهنا فريكشن قليل فراح ينزلق لوحده، ولكن هسه لو كان عندنا اثنينهم احتمال ينزلقون على أساس أنه هنا فريكشن كلش قوي وهنا ضعيف الفريكشن وراح ينزلقون اثنينهم اللي هو الخمسين انزلاق بالبلوك، يعني سلايدنج بالبلوك الخمسين والأربعين، فمعناه اثنينهم ككتلة واحدة راح ينزلقون.
شلون راح نجي نحل؟ شوف نرسم الفريقويد دياجرام في حالة انزلاق احنا الكتلة كاملة اللي هي 50 و40. هذا الاكس اكسس، هذا هو الواي اكسس. شنو اللي موجود عندنا؟ الموجود عندنا هذه هي 50 × 9.1 نيوتن، هذا الوزن مالته. هاي عندنا 40 × 9.81 نيوتن. القوة اللي موجودة هي بالبلوك بالخمسين على نحو اليسار، هاي القوة. شنو اللي موجود عندنا هنا؟ موجود رد فعل اللي هي 30 على 50، واللي سميناها عنوان، فهذا رد الفعل مالته نحو الأسفل. وإذا الانزلاق صار هنا نحو الأسفل، فإذا شلون قوة الفريكشن راح تكون نحو الأعلى اللي هو نفس الأفوان. شوف هذا هو الأفوان، من أخذنا الأفوان هو هذا الانزلاق، قوة الانزلاق، قوة الاحتكاك العفو. شوف ما يصير سلايدنج هنا، فقوة الاحتكاك هو نحو الأعلى، لأن سلايدنج نحو الأسفل الحركة راح تصير. نفس الحالة شوف بالنسبة للبلوك الأربعين راح ينزل ويا الخمسين، الحركة راح تكون نحو الأسفل، فإذا قوة الاحتكاك راح تكون نحو الأعلى، راح نسميه F3. ورد فعل السطح، هذا السطح للبلوك 40 راح يكون عمودي. ليش؟ لأن الحركة راح تكون بهذا الشكل، فعمودي على مستوى الحركة بهذا الشكل، فراح تكون N3 عمودي على مستوى الحركة. طبعا الزاوية هنا راح تصير لنا 30. رسمنا الفري بودي دايجرام للبلوك 50 و40 عندما يتحركون سويا. من يتحركون سويا؟ شنو قلنا؟ انه الشروع بالحركة، معناها انه الاحتكاك اللي صاير هنا بين الـ50 والـ30 هو أكبر قوة احتكاك، والاحتكاك بين الـ40 والسطح هو أكبر قوة احتكاك. ليش؟ إنه سوي جهة يتحركون بين هذا الـ40 والـ50، فإذا هنا الاحتكاك اللي جاي يصير بين الـ30 والـ50 اللي سميناه F1، شو يساوي؟ يساوي 0.3 في N1 اللي هو الميو في N1. وأيضا الاحتكاك اللي هذا F3 سميناه أيضا هو أكبر قوة احتكاك، يساوي لنا الميو في الـN، والميو اللي موجودة هي 0.45، فإذا 0.45 في N3، فإذا F1 هو 0.3 في N1 والـ F3 هو 0.45 في N3. من الفري بودي دايجرام الـ30 اللي رسمناه هذا بالبداية، هذا الفري بودي دايجرام الـ30 هو نفسه طبعا، هذا الفري بودي دايجرام، هذا 30 ونفسه الفري بودي دايجرام هذا 30، ومسميشن اف واي يساوي 0، يكون هنا بالسالب. فأيضا الأنوان هي 225، والأفوان هي ما راح تتغير لمقدارها 76.5 نيوتن. سامن الفري بودي دايجرام الـ50 والـ40 هذا نعم. هذا الفري بودي دايجرام ايش راح نطلع؟ summation of y يساوي 0، من عندنا ال N3 هذا نحو الأعلى، والـ50 هاي الـ50 الوزن في كوساين الزاوية 30، طبعا هنا ممكن راح نحلله بالشكل هذا، تحليل ماب نحو الاكس ونحو الواي، هاي الزاوية 30، فإذا كوساين 30 بالسالب لأنه نحو الأسفل، ناقصا
الأربعين في 9.81 نفس الشيء، هاي تحلل بهذا الشكل وبهذا الشكل، هاي الزاوية هي هنا أنا. هاي الزاوية 30، فإذا كوساين 30، فهنا ناقص 40 في 9.81 في كوساين 30. طبعا هنا كوساين 30 موجودة، ناقصا 255 اللي هي الأنوان نحو الأسفل أيضا بالسالب يساوي صفر. فالمجهول الوحيد اللي هو الان 3، ان 3 راح يساوي لنا 1019 نيوتن. اف 3.45 في الان 3 495 نيوتن، فاذا قدرنا نستخرج ان 3. السمشن اف اكس يساوي صفر، سمشن اف اكس حتى نستخرج شنو؟ نستخرج القوه بي. ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا البي ناقصا، يعني جاي نعتبر انه نحو الاسفل هو بالموجب، يعني فقط لسهولة الحل، البي ناقصا 76.5 اللي هي الاف 1 للاعلى جاي نعتبرها سالب، ناقصا 495 اللي هي الاف 3، زائدا هنا عندنا الاوزان اللي هي 50، هاي 50 9.81 طبعا في ساين 30 حللناها، وأيضا الأربعين في 9.81 في ساين 30 راح يساوي لنا صفر. المجهول الوحيد اللي هو البي، فالبي راح تساوي لنا 93.8 نيوتن. فإذا ايش قد نحتاج؟ نحتاج قوة مقدارها 93.8 نيوتن، هنا نسلطها راح يحصل هنا حركة سليب لهذين البلوكين اللي هن 50 و40. إذا الحالة الأولى حتى يحصل انزلاق في البلوك 50 إيش قد احتاجينا؟ هنا احتاجينا وهنا القوة احتاجينا 103.1 نيوتن. هنا 103، إذا سلطت قوة 103.1 نيوتن راح يصير انزلاق ب 50 فقط الوحدتين، ولكن إذا سلطت 93.8 نيوتن إيش راح يصير؟ انزلاق اثنين، هذا البلوك بال 50 والبلوك ال 40 راح يصير بانزلاق. إذا من هي الماكسيمم فاليو اوف بي؟ يعني أكبر قوة إلى البي. طبعا أكبر قوة هنا ما راح ناخذ كقيمة أكبر من 103، راح ناخذ القيمة الأصغر اللي هي 93.8. صح وراي ماكسيمم فاليو، يعني أكبر قيمة توصل لها القوة بي حتى يحصل انزلاق، ولكن مو ناخذ القيمة الأكبر وإنما ناخذ القيمة الأقل. ليش؟ لأن إحنا بال 93.8 شوف هسه من جاي نسحب هنا خلي عليه القوة نزيدها إلى 93.8 شو يصير؟ يصير البلوك هذا أبو ال 50 وبال 40 راح يصير بهم انزلاق بعد إحنا ما نوصل وين؟ لل 103. إذا بال 93 صار انزلاق بالبلوك. شوف يعني من خلية 93.8 صار انزلاق بالبلوك 50 و40. فإذا هو هذا أعلى قيمة، يعني أعلى قيمة أوصل لها هي 93.8، يصير عندنا انزلاق. بعد ما أوصل للقيمة 103 بعد ما راح أوصل لها، لأنه صار انزلاق ب 93. فإذا صح هو المطلوب من عندنا أكبر قيمة، ولكن معناها أنه أكبر قيمة نوصل لها حتى يحصل انزلاق، وأكبر قيمة نوصل لها هي مقدارها الأقل وليس الأكبر قيمة وهي 93.8. فإذا بال 93.8 صار انزلاق بالبلوك ال 50 وال 40 بعد ما راح اوصل للقيمه اللي هي 103. فإذا الانسر راح يكون هو ال 93
بوينت 8، هو هذا الانسر 33.8 نيوتن.